حلقة التاسعة من شرح تفسير سورة الكهف. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما زلنا مع الجزء الثالث من سورة الكهف، ما جوائز من ضحى بوقته وجهده ليتعلم وينشر العلم. خدنا المرة اللي فاتت جوائز اللي بيتعلم، أربع جوائز اللي بيتعب عشان يتعلم، أربع جوائز. النهاردة هناخد جوائز من نشر العلم. من نشر العلم اللي هو برضك الصورة لم تذكر كلاما إنشائيا مجردا، ولكن ذكرت قصة وانت تعرف الجوائز دي قدام عينيك. طيب، قصة ذي القرنين. قصة ذي القرنين، رجل ضحى بملكه وإمارته وخرج ينشر العلم في كل الأرض. طب ايه الجوائز بتاعته؟ ربنا رزقه بأربع جوائز. الجائزة الأولى، مكنه الله من أقوى ناس أمامه، كل الناس اللي في قوته أعلى ربنا تمكن منهم وأصرهم وكلبشهم وفضلوا ماشيين معاه في الجيش بتاعه أسرى لحد ما وصل لمغرب الشمس. تمكن من كل الممالك اللي أقوى منه، بعدين تمكن من كل الممالك اللي أقل منه، وبعدين ربنا مكنه من كل الناس اللي لم يتصور أنه في يوم من الأيام يوصل له، واخر حاجه وفقه الله لصدقه جاريه يذكره الناس بها. اي واحد هيضحي من اجل نشر العلم وهيبذل وقت وجهد لنشر العلم لازم ربنا يمكنه من اللي اعلى منه، من اللي اقل منه، من ناس لم يحتسبهم ابدا، واخر حاجه يمكنه من اعمال صدقات جاريه توصله الى تفضل يذكر فيها اليوم القيامه. طيب نتكلم بقى على ذي القرنين. ايه القصه بتاع ذي القرنين؟ ذي القرنين ده قصته مذكورة في جميع كتب السماوية ومذكور في كل الكتب باسم ذي القرنين أو الإسكندر، أو الإسكندر الأكبر. الإسكندر الأكبر هو ذي القرنين، وموجود في كتب اليهود وفي كتب التاريخ، لم يملك الدنيا إلا الإسكندر الأكبر. طب إيه قصة القصة؟ القصة أن قريش تعبت من جدال النبي، ودايما النبي يأتيهم بالحجج الباهرة، فعملوا إيه؟ فطلع مجموعة منهم راحوا المدينة عند أهل الكتاب وقالوا لهم ادونا حاجات نسألها لمحمد ما يقدرش يرد علينا فيها، نثبت انه كذاب. فقالوا له، فاليهود قالوا له اسألوهم عن ثلاث حاجات: عن فتية ذهبوا في الزمن اللي هم أصحاب الكهف، وعن رجل ملك قرني الدنيا الروح. الثلاثة دول لا يعلمهم إلا النبي. فنزلت سورة الكهف كاملة وفيها ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض. الإسكندر دوت اللي هو ذي القرنين ما كانش اسمه ذي القرنين، اسمه إسكندر بس. كان ابن فيليب ملك اليونان، وطلع مع الغزوات وطلع يتعلم كل علوم الدنيا. فيليب أتله بأعظم العلماء في كل المجالات عشان يعلموه لحد ما تمكن من كل الصناعات. خرج في الجيوش فأز كان قائد عظيم، هو لسه صغير طلع يحارب الموحدين أصرهم، وهو بيحقق معاهم أقنعوا بالتوحيد. راح لأبيه وقال له يا أبتي اللي احنا بنعمله ده حرام وشرك وثنية، أبونا ما في طرده في التلج في الشتاء. أما طرده في التلج قعد مع الموحدين طول الشتاء عمال يتعلم التوحيد لحد ما أتقنه تماما. بعد ما بدأ الصيف لم الموحدين وعمل منهم جيش وبدأ يحارب أبوه. إنا مكنا له في الأرض، يعني مكنا له فين؟ في المملكة بتاعت اليونان. وآتيناه من كل شيء سببا، عمل مصانع ومزارع من لكل حاجة، ونظم البلاد أحسن نظام، وعمل مدينة اسمها اسكندرية، المدينة دي مخصوصة للموحدين. طب بعد ما تمكن من اليونان تماما إيه اللي حصل؟ بدأ ضحى بكل دوت واتجه بجيشه ناحية الملوك الأقوياء اللي حواليه، مملكة إنجلترا، مملكة اليونان، مملكة إيطاليا، مملكة فرنسا، مملكة مصر، الممالك دي كلها. حتى إذا بلغ مغرب الشمس فضل يحارب المدن دي، وكل مدينة يفتحها يقبض على كل الملوك بتوعها وياخدهم أسرى معاه وهو ماشي في الجيش، ويبني مدينة اسكندرية ويبني مصانع لكل حاجة، وتبدأ المدينة تبقى مدينة توحيد وينقل على غيرها. حتى بلغ مغرب الشمس، يعني حتى تمكن من كل الممالك اللي أقوى منه، بقت تحت سيطرته ومعاه كل الملوك والوزراء والمحافظين أصحاب هذه البلاد.
طب عندما بلغ مغرب الشمس ايه اللي حصل؟ نظر الى البحر فوجد الشمس نصها في الميه ونصها فوق الميه، وجدها تغرب في عين حمئه. في عين حمئه يعني في ميه سخنه اللي هو ميه المحيط الاطلنطي. وجد عندها قوما، القوم اللي هم كان اسرهم الوزراء والقاده. قلنا يا ذا القرنين، القاده بتوعهم والوحي قال له يا ذا القرنين، اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا. يتعذب القاده والوزراء دول وتقتلهم وتستريح منهم، يا اما تعفو عنهم وتتخذ فيهم حسنا. قال لهم لا كده ولا كده، هم لا اعمل ايه؟ اطلقهم وحررهم ورجعهم بلادهم وعيني عليهم. اما من ظلم فسوف نعذبه عذابا شديدا ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا. واما من امن وعمل صالحا، اللي ادينا له فرصه وامن وصلح حاله وعاش مع التوحيد، فله جزاء الحسنى للجنه، وسنقول له من امرنا يسرا. واحنا هنديله وظيفه ونديله البيوت بتاعته وهنديله جزء للتخدمين. يبقى الفاسق بيخوفه بتعذيبه هو الاولا، وبعدين يخوفه بعذاب ربنا. اما المؤمن يرغبه بالجنه رقم واحد، قولوا له من امرنا يسرا ثم اتبع سببا. الجائزه الثانيه بقى بدا يتجه ناحيه بلاد الفقراء، بلاد الصين والهند واندونيسيا والبلاد دي، حتى اذا بلغ مطلع الشمس. طبعا القاده بتوعه اعترضوا وقالوا احنا عاوزين نستمتع باللي احنا عملناه. قال لهم احنا عشنا لنشر التوحيد. قالوا طب الناس المغرب مطلع الشمس فقراء ما عندهمش اي حاجه. قال انا مش رايح غنائم، انا رايح عشان التوحيد. حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. لقى ناس نايمين على الارض ما عندهمش بيت. كذلك وقد احطنا بما لديه خبرا. الناس دي اللي اسلم منهم دخل الجيش فخلى الجيش قوي جدا، وكذلك احطنا بما لديه خبرا. يعني اصبح لا يستطيع احد ان يعد الجيش بتاع ذي القرنين غير ربنا وحده من كثره الايه؟ من كثره اعدائه. طيب كذلك وقد احطنا بما لديه خبرا. طيب الجائزه الثالثه ان ربنا نصره على قوم لم يكن يظن ان هو يوصل له. اما القاده قالوا له يلا نرجع، انت اصبحت ذي القرنين يعني مالك قرني الدنيا، يلا نرجع. قال لهم لا، انا احارب اصحاب الجبال. حتى اذا بلغ ثم اتبع سببا، حتى اذا بلغ بين السدين، بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. لا قوم لا يكادون يفقهون قولا، يعني ما يقدروش يفهموا لان اللغه بتاعتهم مختلفه. قالوا يا ذا القرنين. طيب وبعد كده الجائزه الرابعه بقى، مكنه الله تعالى من صدقه جاريه عملها، لو عملها يبقى كده بيعملها عشان الناس كلها تفتكره بعد كده. ايه الصدقه الجاريه دي بقى؟ قل قولي هذا واستغفر الله.